فيديو يظهر عملية خطف لطفلتين من داخل مصعد بعد تخديرهما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي. تبين بعدها أن الأب هو وراء هذه الواقعة. فما هي التفاصيل؟ بدأت القصة بتداول فيديو من كاميرات المراقبة يظهر تخدير وخطف فتاتين من داخل مصعد إحدى العمارات بعد دخول رجلين المصعد وقام بتخديرهما رغم محاولة الفتاتين المقاومة، ولكن في النهاية سقطتا مخشياً عليهما. ثم حمل الرجلان الطفلتين وخرجا، ولكنهما تمكنا من الهروب بطفلة واحدة فقط. وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً لكشف ملابسات الحادث، حيث تبين أن الأم تقدمت ببلاغ في 13 من الشهر الجاري يفيد بأن طليقها وهو يعمل في إحدى الدول العربية قام بأخذ طفلتيهما دون رغبتها بدعوى وجود خلافات أسرية. جالي تليفون وأنا في شغلي، بناتك لقيناهم متخدرين وواحدة فيهم مرمية في الشارع والتانية حاولنا ننقذها ما لحقناش، فطبعا انهارت جدا ونزلت وجالي من الشغل جيت على البيت لقيتهم شايلين كيس فيه قطن وحاجات وشربات وحاجات كده غريبة. أخدت بسرعة وطلعت على القسم، فرغنا الكاميرات وشفت بقى الفيديو وشفت الموقف الصعب اللي البنات تعرضوا ليه. الفتاتان كانتا تعيشان مع والدهما في إحدى الدول العربية حتى العام الماضي، ثم حصلت الأم على حكم بحضانتهما. كان في قبل كده محاولات كتير، حاول 4 مرات، أنا لسه مستنيهم من النيابة يعني من 2 سنين بس، ومن يوم ما دخلوا معايا وإحنا في محاولات بقى خطف كل شوية. بعد التحقيقات تبين أن الأب استعان بشخصين لارتكاب الواقعة، ثم غادر البلاد في اليوم ذاته بصحبة إحدى الفتاتين بمحض إرادتها كما هو مثبت في كاميرات المراقبة الأمنية وفق بيان الداخلية. تم ضبط مرتكب الحادث وأقر بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع الأب مقابل مبلغ مالي، وتتولى النيابة العامة التحقيقات.